خير ان شاء الله. مشكلتكم شنو؟ والله يا شيخ نحن بس جايينك في مشكلة صغيرة. يعني انا مخطوبة للزول ده وهو هسي ما شغال، ويعني كل ما يشتغل في مكان بيخلي الشغل، وظروفنا صعبة شديد وما قادرين نتزوج. انت بتصلي؟ اقول لك حاجة، انا ما هسألك انت عشان انت ممكن تكون ما صادق معي. انا هسألها هي، خطيبك ده بيصلي؟ والله هو بيصلي لكن ما ملتزم في صلاته. بيصل الرحم؟ والله لا، نحن اصلا ما تزوجنا. هو ليه بيرفع حجمه كده؟ ما بعرف، يمكن هينزل رودريجو. ها؟ يا متخلفة انت، خطيبك ده بيتواصل مع قرايبه؟ لا ما قاعد يتواصل مع زول. منو قال لك انا ما بتواصل مع الناس؟ كلمت من انت؟ ليه انا ما دقيت لبشير باركت له العرس؟ عرس بنته؟ بشير جاب بنت وكبرت وتزوجت. انتوا بتقربوا لبعض؟ اي انتوا لازم تسيبوا بعض، اولادكم حيطلعوا متخلفين. دي خرافات يا شيخ. خرافات شنو؟ ما عشان صلة الرحم، عشان انتوا متخلفين. يلا لقوم امشوا من هناك، انا ناقصكم. عاجبك البحر اللي احنا اكلناه دي؟ ها؟ هوديك لمولانا، مولانا. اقسم بالله يا شيخ ده دعامي، دعامي، وانا هبلغ ناس الجيش عشان يجوا يدوا دانا في راسه الكبير ده. سامعك يا كلبي يا تافه.